أنا سعيد جدا لأن الداخلة ماشي أول مرة كنجي لها ولكن هذه كنظن رابع مرة وأنا سعيد جدا لأنني معجب بواحد كبير بهذه المدينة الجميلة وهذه المناسبة هي هذه البادرة الطيبة اللي يقوم بها مؤسسة مهرجان السينمائي مهرجان مراكش واتفاق بطبيعة الحال مع وزارة الصحة اللي كيقدموا واحد المجموعه من يعني بالنسبه للادويه بالنسبه للعمليات الجراحيه على الجلاله بالنسبه للمسائل الاخرى اللي هي صحيه واللي هي يمكن اللي هي في صالح حد الساكنه ديال مدينه الداخله ف يعني انا سعيد جدا انني نكون ما بين هاد الناس ونحضر حتى ان يكون اللقاء ما بيننا وما بين الساكنه ديال مدينه الداخله بادره طيبه اللي كنتمنى انها تكرر حتى انه يوصل لكل الساكنه ديال الداخله انهم يتقدم لهم علاجات سواء بالنسبه للعين لانه كتقوم بعض الجراحات على الجلاله ونتمنى الشفاء للجميع <سنوع> السينما في المغرب الان بخير وعلى خير لانه كنظن بانه الان اللي وصلت حتى كنظن 20 وعشرين شريط سينمائي مطول واكثر من 80 تمانين شريط يعني قصير فهذا شيء مهم بالنسبه للانتاج وهذا كيرجع للدعم اللي كيعطيه كي الدوله للسينمائيين المغاربه باش ينجزوا الاعمال ديالهم زياده حاجه اخرى هو انه بانه السينما المغربيه الان كتقوم بواحد دور مهم ماشي يعني على بالنسبه لافريقيا بالنسبه للعالم العربي على لان الاعمال المغربيه او السينما الافلام المغربيه يعني كتحرز على جوائز وكتحرز على وكتمثل المغرب أحسن تمثيل وهذا شيء مهم يعني كنظن أنه حتى المشاركات في مهرجانات دوليه ومهمه هذه ما كتجيش غير هكاك وإنما كتجي على المستوى اللي وصلت ليه السينما في المغرب وأنا عندي أمل كبير وأنه إن شاء الله غادي تزيد تعطي الشيء الكثير في المستقبل وأنه غادي في والحمد لله فالسينما في, في المغرب غادي في الطريق الصحيح يعني هو ما كيتش غير الداخل من المناطق اخرى اللي كتجي آه يعني كنظن آه يعني مع الوقت غادي يجي الوقت اللي غادي يبداو يوصلوا المخرجين المغاربه انهم يصوروا لا في الداخله ولا في العيون ولا في مدن اخرى لانهم محتاجين انهم يديروا اعمال آه اللي كتصور هنا في المناطق الصحراويه آه لانه كاينه مناظر جميله جدا ثم انه كاين بزاف ديال الاشياء اللي ممكن أن دار ونتمنى انه الكتاب السيناريو انهم يحاولوا يكتبوا سيناريوات اللي كتروج واللي يمكن ان تصور سواء في الداخلة او في العيون او في مدن اخرى في في الصحراء المغربيه وهذا غادي يشرفنا اننا نكون نكون ان شاء الله نتمنى ان تكون هذه الفرصه عندي انني نشارك في فيلم او في عمل تلفزيوني ويتصور هنا في الداخلة او في اي منطقه من الصحراء المغربيه مريزة. لكل من الجمهور كنتمنى كنشكرهم بعدا على التشجيعات ديالهم لان كل المغاربه كيشجعوا الفنانين المغاربه وكيشجعوا المنتوج الوطني نتمنى انه ان شاء الله نكونوا دائما في المستوى انه الاعمال اللي غتجي مستقبلا ان ترضيهم وتمتعهم فكل ما تمتعوا المغاربه بالاعمال ديالنا كل ما كان حنا كنتمتعوا اكثر وكيكون واحد التاثير على النفس ديالنا حتى ان يكون العطاء في الاعمال المستقبليه يكون احسن شكرا شكرا لك لي.